السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحبايبي حلوين في مدارس دار المعارف قسم اللغة العربية للصف الأول ابتدائي. النهاردة يا حبايبي حلوين نأخذ حرف جديد من حروف اللغة العربية، هو حرف الغين. قولوا ورايا: غين غين غين. نلاحظ يا حبايبي حلوين ان حرف الغين يشبه حرف العين، بس الفرق ان حرف الغين فوقه نقطة. ماشي، تعالوا يا حبايبي حلوين نشوف شكل حرف الغين لما بيكون في الكلمة بيبقى شكله ازاي. بيقولي شكل حرف الغين، بيقولي الغين لو جه في اول الكلمة هنلاقيها غين ومادة ايديها الشمال، زي غذاء غذاء غذاء. طيب الغين لو جاءت في وسط الكلمة هنلاقي الغين مادة ايديها اليمين ومادة ايديها الشمال، زي ببغاء ببغاء. طيب الغين لو جاءت في اخر الكلمة، الغين لو جاءت في اخر الكلمة ومادة ايديها اليمين يبقى اكيد سبقها حرف من الحروف الغير اشئية، وهو حرف الميم في كلمة صمغ صمغ صمغ. طب الغين لو جاءت في اخر الكلمة، الغين لو جاءت في اخر الكلمة لوحدها كده يبقى اكيد سبقها حرف من الحروف الاشئية، وهو حرف الراء في كلمة فارغ فارغ فارغ. يبقى شكل حرف الغين، الغين لو جاءت في اول الكلمة هنلاقيها مادة ايديها الشمال زي كلمة غذاء، والغين لو جاءت في وسط الكلمة هنلاقيها مادة ايديها اليمين ومادة ايديها الشمال زي كلمة ببغاء، والغين لو جاءت في اخر الكلمة ومادة ايديها اليمين يبقى اكيد سبقها حرف من الحروف الغير اشئية، وهو حرف الميم في كلمة صمغ، والغين لو جاءت في اخر الكلمة لوحدها مستقلة يبقى اكيد سبقها حرف من الحروف الاشئية، وهو حرف الراء في كلمة فارغ. تعالوا يا حبايبي حلوين نشوف حركات حرف الغين. بيقول لي حركات الحرف، الغين لو فوقها فتحة تنطق غا. قول ورايا: غين فتحة غا غين فتحة غا غين فتحة غا، زي غزال غزال غزال، وزي غسالة غسالة. يبقى غين فتحة غا زي غزال وزي غسالة. طيب لو غين كسرة، غين كسرة غي غين كسرة غي غين كسرة غي، زي غطاء غطاء غطاء، وزي غربان غربان غربان. يبقى غين كسرة غي زي غطاء وزي غربان، وغين ضمة غو. قول ورايا: غين ضمة غين ضمة غو، زي غوريلا غوريلا غوريلا، وزي غصن غصن غصن. يبقى غين ضمة غو زي غوريلا وزي غصن. وغين سكون، احنا عارفين السكون استحالة يجي في اول الكلمة، بيجي في وسط الكلمة، زي مغرفة مغرفة، وزي اغنام اغنام. يبقى غين فتحة غ غين كسرة غي غين ضمة غو غين سكون غ. يا حبايبي حلوين ناخذ تدريب حول حرف الغين. بيقول لي ايه؟ ارسم دائرة حول حرف الغين فيما يلي، يعني نشوف الكلمة ونشوف فين صوت حرف الغين موجود قدامنا. يعني أول كلمة كلمة غواصة، فين صوت حرف الغين؟ غواصة. يبقى أول حرف من الكلمة، أحسنت يا حبايبي حلوين. طب تاني كلمة كلمة مغزل، فين صوت حرف الغين؟ تاني حرف من الكلمة، شطار يا حبايبي حلوين. طب تالت كلمة غراب، فين صوت حرف الغين؟ شطار يا حبايبي حلوين، أول حرف من الكلمة. واللي بعدها كلمة رصغ، فين صوت حرف الغين؟ رصغ، آخر حرف من الكلمة، شطار يا حبايبي حلوين. كلمة مغرفة مغرفة، فين صوت حرف الغين؟ تاني حرف من الكلمة، شطار يا حبايبي حلوين. صمغ صمغ، آخر حرف من الكلمة، شطار يا حبايبي حلوين. كلمة غصن، فين صوت حرف الغين؟ شطار يا حبايبي حلوين. تعالوا ناخذ حلل لمقاطع صوتيه. اول كلمه كلمه غطاء
غطاء. يبقى الغين لوحدها تحتها كسرة والطاء والألف مع بعض والهمزة لوحدها. شطار يا حبيبي حلوين. تاني كلمة، كلمة أغنام، فين صوت حرف الغين؟ أغنام. الغين طبعا تاني حرف من الكلمة، فبيقول لي حللها. يبقى الألف والغين مع بعض، النون والألف مع بعض، والميم لوحدها. غراء، بيقول لي حللها. الغين لوحدها والراء والألف مع بعض والهمزة مع بعض. غيث، الغين والياء مع بعض والثاء لوحدها. وكده يا حبايبي الحلوين نكون خلصنا من حرف الغين ونلتقي